تعرف على قصة الكرسي البسيط هذا الذي اجتاح العالم كله. مهما كان المكان الذي تعيش فيه من العالم، من المحتمل جدا أن تكون قد جلست لتستريح على الأقل مرة واحدة في حياتك على واحد من هذه الكراسي. يدعى هذا الكرسي باسم كرسي مونوبلوك، أو الكرسي أحادي الكتلة، لأنه يتكون من قطعة واحدة. سندعوك في هذا الفيديو إلى التعرف على هذا الكرسي مونوبلوك وتاريخه. ربما كان هذا الكرسي صاحب أكثر المبيعات في تاريخ الكراسي، وعلى الرغم من ذلك فهو يعتبر هدفا لانتقادات لاذعة وللكثير من الكراهية، لدرجة أنه في بازل بالسويد أصبح الكرسي مشكلة سياسية على مدى سنوات. كان القانون في السويد يملي بمنع وضع هذا الكرسي بالذات خارج المطاعم والمقاهي، لأن الناس اشتكوا من كونه يشوه المنظر العام للمدينة. السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن هو: كيف حصلنا على هذا الكرسي المميز؟ بإمكانك العثور على هذا الكرسي في كل مكان تقريبا، خارج مقهى في الدنمارك وداخل المكتب في تنزانيا وحتى في الحائط الغربي من القدس. لقد شقت هذه الكراسي طريقها بحق في حياتنا. ما هو سبب نجاح تصميم هذا الكرسي؟ لا يمكن إرجاع سبب نجاح هذا الكرسي وشيوعه إلى أي شيء آخر عدا عن كون تكلفته منخفضة جدا، مما جعل منه في متناول الجميع. والتكلفة المنخفضة مهمة بالطبع، ذلك أنها تسمح بنوع من العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، كما يرى البعض أنه من الممكن اعتباره غرضا ديمقراطيا. ما هو أصل هذه الكراسي يا ترى؟ تم إنتاج أول كرسي أحادي الكتلة مونوبلوك سنة 1946 على يد المصمم الكندي دي سي سيمبسون، غير أنه في الحقبة التي قام فيها بتصميمه كانت عملية القولبة والتشكيل السائدة آنذاك غير مناسبة لنجاح فكرة موجهة للإنتاج الواسع بثمن رخيص، لذا يعتبر الكثيرون أن الفكرة كانت سابقة لأوانها بعض الشيء. في الستينيات التي تلت ذلك برز الاهتمام بفكرة كراسي مقولبة من البلاستيك لدى العديد من المصممين، من أبرزهم هيرموت بادزنر الذي أتى بكرسي بوفينجر، وجوي كولومبو الذي جاء بكرسي يونيفرسال، وهي كراسي كانت تتكون من عدة أجزاء تركب مع بعضها البعض. وربما كانت أهم خطوة تم نحو إنتاج كرسي مقولب من كتلة واحدة عندما تم تقديم كرسي يعتبر بشكل واسع تصميما كلاسيكيا حاليا، ألا وهي كرسي فيرنر بانتون ذو القطعة الواحدة الذي أسماه كونتيليفر. حتى وإن كانت مجرد مقارنة بين كرسي باهظ من مصمم مرموق وكرسي مونوبلوك الرخيص الذي نجده في كل مكان تبدو غريبة في حد ذاتها، فإن كرسي المصمم بانتون يبقى من الناحية التقنية سلفا لكرسي مونوبلوك، ذلك بما أنه أول كرسي بلاستيكي في العالم يتم إنتاجه بنفس الطريقة التي يتم فيها إنتاج كراسي مونوبلوك اليوم. هذا ناهيك عن كون بانتون قد صمم كرسيه بطريقة جعله بها سهل التكديس. بعد النجاح الذي حققه كرسي بانتون، ظهرت عدة كراسي حول العالم استوحت واستلهمت من طريقة إنتاجه. ومع ظهور طرائق جديدة لإذابة البلاستيك وقولبته، أصبح الدرب أكثر وضوحا بالنسبة للاتجاه نحو الإنتاج الواسع لكرسي مونوبلوك. في سنة 1972 أصدر المصمم الفرنسي هنري ماسوني ابتكارا جديدا في عالم الكراسي، أطلق عليه اسم فوتي 300، غير أن الأمر استغرق حتى سنة 1983 عندما أطلقت مجموعة جروس فيليكس كرسي ريزن جاردن خاصتها. وهنا فقط بيعت كميات كبيرة جدا من الكرسي أحادي الكتلة بثمن رخيص. يتم إنتاج الكرسي بواسطة تقنية القولبة بالحقن، حيث يتم تسخين ذرات البوليبروبيلين لتصبح درجة حرارتها 220 درجة مئوية، ثم يتم حقنها داخل قوالب تعطي للكرسي شكله. تم استنباط اسم مونوبلوك من طريقة الإنتاج هذه، وذلك لأن المنتج النهائي يتكون من وحدة أو كتلة واحدة وليس من عدة قطع مركبة. إن قوالب إنتاج هذا النوع من الكراسي غالية جدا، وتكلف أحيانا مئات الآلاف من الدولارات إن لم تكن الملايين، غير أن عملية الإنتاج قابلة للتصعيد بشكل سهل للغاية، ذلك أنها لا تتطلب قوة عاملة كبيرة، كما لا تتطلب في نفس الوقت الكثير من الوقت أو المواد الأولية. وكنتيجة عن ذلك لا تكلف عملية إنتاج كرسي واحد مونوبلوك أكثر من 3 دولارات،
والذي يتم بيعه عادة مقابل سعر 10 دولارات لا أكثر. اليوم توجد عشرات التصاميم من كراسي مونوبلوك، بعضها يتضمن فتحات أفقية أو عمودية وبعضها الآخر لا يتضمنها أساسا. بعضها الآخر يتضمن مساند للأذرع بينما لا يتضمنها البعض الآخر، وكلها يأتي بأشكال وألوان مختلفة ومتنوعة. ومع كل هذا التنوع يمكنك التعرف على كرسي مونوبلوك بمجرد النظر إليه.